نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم اليوم الشقا والميناج بديت مع ساره قلت لها شنو غادي نبداو شنو غادي باش غادي نبداو بالكوزينه هي الاولى ولا قالت لك لا باش غنبداو ساره لا دو بان علاش غتبداو بلا صال دو بان لحقاش مجده الكراطه موالفه ساره كتعجبها الكراطه موالفه كتكرط ملي كندخلوا للمغرب راكم عارفين التسياح ديال المغرب ماشي بحال انا ياكل بالماء وجر ايوا ساره كيعجبها داك الكوبان ديال الماء وهي كتجرس الكراطه دونك اليوم غادي نخوي في لاصال دو بان غادي نحك غنحط الكعراج اللي في الجناب اللي في الحيط غادي حتى لاصال دو بان غادي حتى هي غادي ندوزها حتى الدوش وغادي خليكم خليكم معنا الكراطة ديال ساره الكراطة ديال ساره يلا دابا اول حاجه غادي نديرو هي شنو هي ساره هي غنخويو بالشطابه ما غنحكمش عليها نديرها غير بالزيت لان جات فوق من هذا جات شويه من بعد كندير هذا البرودوي هذا كنستعمل انايا اجاكس يعني بلا ما ندير ماشي قضيه كنديروا الاشهار ولا هذا ولكن كان يعني كنلقى بانه افيكاس دي غريس دي زانفيكت دي طارت دونك كنضرب به الفايونس ديال الحيط جاوبي جاوبي بابا كشوفي قولوا ماما لي سوري سكابو اتو جو مي اون بوز لا فيديو وي راه كتسنى الكوينه صرا كتسنى دير غير الماء وتحك ومن بعد غادي ندوز ال شوفوا الحمام عندي كيولا هانتوما كي كتبان لكم هذا بالحق هذا باش كنغسلو انا كندير له غير الفينيغ كنسخن شويه ديال الفينيغ وكنستعمل بيكربونات هانتوما شوفوا الحاله كي دايره ومن بعد غادي نوريكم كيف غادي يولي غير بهاد لي برودوي يعني البسيطه جدا ما بقاش ليا الفينيغ شريت هذا
لقيت هذا عندي في البلاكار، لقيت هذا عندي في البلاكار مي فينيغر اي تو سامبلومون غير الخل الابيض كنديروا كنستعملوا مع البيكربونات وكترجع ليا الدنيا ما نقول لكم شوفوا حتى لداخل حتى لداخل كيفاش ها هو شنو كيبان هنايا كتبان كيبان كله دونك نوريكم النتيجه من بعد ما نسالي هنايا هاد البلاصه هادي غنوريكم ضربت هاد البلاصه هادي بداك الفوق لان جات فوق من فين انا كنوجد وي لان جات فوق من هادي ما عنديش كيفاش ندير لها بالشطابه سينو هادو غادي نرمي عليهم البرودوي مع شويه ديال الماء وغادي نضربهم بالشطابه العاديه هادي الشطابه العاديه غنضربهم يعني غادي اسهل حاجه وصرا كتهبط بالكراطه وانا بينا نستلم نومي لا بينوا غادي نضربوها عاود بالفينيغر وبالبيكربونات
Gel,
Sana gel, bir bak gel.